لان انت في الاول وفي الاخر بتحسب، انت كمحمود الشربيني بتحسب على اليسار في مصر، بتحسب على المعارضه المصريه، توصيفك الاول والاخير هو انك احد شباب ميدان التحرير. ايه اللي قاعدك مع رئيس اسمه بشار الاسد؟ انت هنا ما بتتعاملش، انت بتحل ازمه سياسيه، انت ما بتحلش ازمه عسكريه. يا عزيزي انت الان مش في حاله حرب، انت في حاله تسويه الدوله السوريه. الموقف الان بهذا الشكل يبقى بتضيع الدوله السوريه. بشار قال باختصار شديد جدا: ما تحاربونه في سيناء انا احاربه في سوريا. العدو واحد، الممول واحد، العقليه اللي انت بتحاربها المتطرفه هي عقليه واحده. إذا الإرهاب في سوريا والإرهاب في مصر بيحملوا برنامج معايد للمنطقة بالكامل. أنت هنا بتنطلق بعقل. سائر ميدان التحرير لابد أن يرتبط ببعد الاستراتيجي ولابد أن يدرك أولوياته في المنطقة. عبد الناصر في ثورة يوليو أدرك أبعاده الاستراتيجية، عشان كده كان قادر يخلق لنفسنا فرص. عبد الناصر لما اتكلم عن البعد الأفريقي كان لخلق سوق جديدة في المنطقة، عشان البعد الاستراتيجي بتاعك. لما اتكلم عن الوحدة العربية اتكلم عن الهموم الواحدة، واتكلم عن التحديات الواحدة، واتكلم عن جبهة موحدة ضد المصير المجهول للمنطقة العربية. انت هنا في ثورة يوليو ما نجحتش غير لما حققت بعدها الاستراتيجي. انت في ثورة يناير لو فضلنا متوقعين شايفين الناتو في ليبيا وجنوب السودان موجود في اسرائيل، والنهارده سيناء موجوده كلها ميليشيات، والشرق وفي الشرق موجود الكيان الصهيوني. وبالشكل ده احنا متقوقعين داخل مصر، لان مش قادرين فاهمين الثوره كلها هو تحول ديمقراطي. وشفنا ان الديمقراطيه في نفسها ما هيش غايه، ده وسيله، وممكن تكون وسيله فاشله زي ما حصل مع مرسي. لابد ان ندرك ابعادنا الاستراتيجيه، مش ان انا مثلا اتكلم انا محسوب على النظام. طب انا ما زلت ضد النظام السوري، ما زلت الان ومع الثوره السوريه، لكن مع الثوره السوريه لما يبقى مفهوم، لما مقاومات فكره الثوره تبقى موجوده، لما يبقى في ثوره سلميه تبقى في ثوره بتطالب بالتغيير، في ثوره ما تستعديش الخارج. احنا هنا في مصر الاسلام السياسي لما استعدي بالخارج كان هدف الاساسي في تحركنا، وانا احد اعضاء حركه التمرد في تحركنا في 30 يونيو هو كان عمليه الاستقلال الوطني. ما نقدرش نقول اكتر من كده، يعني الاخوان ما عايشونا في حاله تبعيه، واستعدوا علينا الخارج في ثوره 30 يونيو، في موجة 30 يونيو اللي هي الموجة الثانية ل 25 يناير أو الموجة الثالثة بعد حربنا مع المجلس العسكري فترة مشير طنطاوي. يعني أنا عايز أقوله إن الثورة مش بس فقط بتتمحور حوالين تغير ديمقراطي داخل المجتمع، الثورة بتدرك ثوريتها وأبعادها كلها من كل ناحية. إحنا عارفين إن في تربص بالمنطقة، النهاردة في ليبيا هناك ثورة، بس هل الثورة في ليبيا مقاوماتها مكتملة؟ لا، كان في عسكرة للمجتمع الليبي في الثورة، وكان في تدخل غربي. ده اللي بيحصل في سوريا النهارده. ليبيا فين؟ تقدر تقول عن ليبيا ان هناك حدث تغيير لصالح الثوره، ولا عمليه تبعيه واضحه واستعمار جديد بلغه جديده؟ بس هذا